تمام؟ العظمة رجعت. خلي بالكوا ده مفيش تيوب. احنا بنجي له انتر فينس بس. على اساس ان احنا اهو حشو اهو. ده حشو جواه انبوبة عشان كمان ما يسدش مناخيره يعني. حط عليه كريم كده بس عشان الزحلق هو داخل. هو بتنفس سبونتينيوس. فده مش انا عيني في حاجة ان هو بتنفس جوه بينفسه يعني. بعد كده اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده عشان تبقوا فريش المره الجايه كده تحكي لهم مين هي الفورم بودي. اه الفورم بودي ده كلام فارغ. يا اما تشايلد يا اما حد بنت ريزارد مفيش حد عاقل يعني يحط حاجه في مراكيبه. بس العيال بقى ايه؟ يعني بعدين الايام دي بقى بيحطوا حاجه جميله قوي. الحجاره بتاعت البطاريه المدوره دي بوميت دي تقعد بقى مثلا بعد ما تشيلها تقعد 3 اشهر تتابع العيان لينا تطلع كيميكالز وتلاقي مناخيره ملزقه. فدي حاجه بمنتهى السخافه يعني تحط اي حاجه بنقول له خليهم يحطوا اي حاجه في حياتهم ما عدا البتاع دي. يعني لو بلية لو بتاع هتطلع. اهميه الكلام ده بقى ايه فورم بودي مش هتطلع. لما تيجي تقرا الكلام تقول له كلام فارغ ايه فورم بودي ده مزال ناخده يعني. هقول لك بقى ان الكلام الفارغ ده اللي احنا بنقوله لك يعني انا ما بيعديش عليا كام شهر غير لما اشوف طفل عنده 3 4 سنين ومامته جايباه معاه دفتر وشتات يعني معاه مثلا 18 20 وشت من دكاتره اطفال. حقن 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 ليه؟ عشان الطفل مناخيره بتنزل صديد. عشان هو مش عارف حقيقه ان لما يكون في ناحيه واحده بتنزل صديد ده غالبا فورم بودي. هو دكتور الاطفال مش بيعرف يشوف المناخير فبيلاقي الطفل مناخيره مسدوده بتنزل صديد راح كاتب له ايه؟ حقن مضاد حيوي. معناك لو شلت البتاعه دي خلاص. لازم تبقى فاهم انك انت لما تلاقي طفل صغير بيشتكي من ناحيه واحده نيزل اوبستراكشن ميكو بينهم دو الشارج هيكون ايه يعني؟ فالفيرست بوسيبيليتي انها تبقى فورم بودي. ودي جت كيس قبل كده. كيس فيري سمبل طفل 3 4 سنين بقى له اسبوعين بيشتكي ان في ناحيه. طبعا لو هو بما انه مش بيشتكي من زمان ودي مش كونجيتال يعني دي مش كلنا اتريزي لو كنا اتريزي كانت تشتكي من اول ما اتولد مش هتشتكي من اسبوعين. الناحيه فيها من الاتر اوبستراكشن ميكو جراند الشاش تفكر في ايه؟ اول حاجه تفكر في ايه؟ طبعا هيشتكي من الاتر اوبستراكشن هيشتكي من الاتر ميكو جراند الشاش مفيش غير كده. لما تيجي تبص في مناخيره هتلاقي الدشارج وغالبا هتشوف الفورم بودي. لو ما شفتهاش ممكن تعمل اكس راي تمام ممكن تبص بالاندوسكوب. طيب الموضوع سهل ليه حاسس انه ما فيهوش حاجه يعني. طيب وبعدين تشيلها. ايه بقى المهم؟ المهم انت تعرف تشيلها ازاي؟ بمعنى ايه؟ يعني ما تكونش حاجه مدوره زي دي كده انت تحاول تمسكها. طبعا هتفلت لجوه. لما تكون حاجه مدوره انت تدخل وراها بوك وتجيب. تمام؟ لو حاجه ليها ايدج اوكي. الطفل الظريف اللطيف اللي حط البليه في مناخيره اكيد مش واد ناصح. فغالبا مش هيقعد لك ساكت. فلو هو الواد ده قاعد يتقلوض ويتحرك ويصوت بالنجم. دايما بنقول يعني الفورم بودي ده بشرحه في موضوع الفورم بودي كبير شويه بشرحه للناس بتوع الطلبه بتوع الماجستير. دخل فيه بقى الفورم بودي في البرونكاس وال مش مهم انك تخرج الفورم بودي في المناخير ده مش ارجنت. المهم ما تنزلوش على التراكيب. مش مهم انك تخرج الفورم بودي في الايد المهم ما تخرمش الدرام. فبلاش تاخدك الجلاله بقى وتكبر في مخك وانك لازم تخرجه. لو الطفل مقرف ويعني ومش متعاون اصل خلي بالك الناس بتفتكر دايما يعني المصريين برضو تقديرهم للحاجه مختلف قوي. يعني مثلا تلاقيه يكلمك ايه؟ يعني احنا بنشوف كتير قوي ناس تلاقيه جاي لك بكوليستياتوم. تقول لهم يا جماعه انتوا سايبينه ليه عنده كوليستياتوم؟ يقول لك ما هو بيشتكيش. ازاي بيشتكيش يعني بيجيبش صديد؟ يقول لك ما عندوش اي مشكله غير انه من 10 سنين وده بيجيب صديد.
فبالنسبه لهم ان من 10 سنين بيجيب صديق دي حاجه مش مهمه، لكن يدخل بليه في مناخيره بقى ليه قرفك الساعه 1 بالليل البليه عامه بكره يقول لك لا ما اعرفش بالبليه. فتقدير الناس للموقف مختلف، يعني البليه دي ممكن تقعد شهر يحصل ايه اقصى حاجه يحصل انفكشن لما تشيلها بدون انتبيوتيك. الناس بقى متوترين وانت متوتر وكبرت في مخك وعايز تطلعها وابتدى الواد يتحرك الا بقى لو انت بتحركها هتنزل دم. ماما بقى الواد بيمزل انسى بقى. فلو حصل الكلام ده يبقى خلاص الموضوع باظ منك. فلو لقيت بقى كده الواد ده محتاج نبلجه خلاص. ما ماشي قلبك يعني. ايه الكوميونيكيشن بقى اللي ممكن تحصل؟ ممكن طبعا لو قعد شويه يحصل انفكشن تمام؟ ممكن يحصل اهم حاجه بقى انهاليشن، انك انت زي ما قلت لك ده غالبا بتحصل منها جدا في المحاولات تروح نازله مش بلعب ينزل في تركيا. ما هو البلعه دي مش مهم، دي اسمها انجكشن. لو نزل في معدته مش مشكله هينزل مع الجراحه مش مهم دوز، المهم ما ينزلش في التركيا دي بقت مصيبه سودا. لو قعد فتره طويله في فورم بودي ممكن يعمل ستون اسمه راينوليس يعني ستون. مره جات لي بنت عندها 18 سنه مامتها بتقول لي مناخيرها الناحيه الشمال دي مسدوده بقى لها 12 سنه. دخلت فورم بودي وبعدين بقى السكريشنز فيها كالسيوم وفوسفورس عماله تترسب. طب يعني عادة نكسر ونطلع طلعنا بطرمان مع ماليه بقى النوز وماليه الساينس. طبعا ايه اللي فكرهم يعني وانا عندها 18 سنه تيجي تشتكي؟ هتتجوز؟ دايما يعني المصريين قبل ما البنت تتجوز لو عندها كوليستيتوما يصلحوها يعني كوليستيتوما، لو عندها مناخيرها مسدوده يظبطوا لها مناخيرها كده يعني قبل ما تتجوز. لعسر الحظ يعني عشان بيجوا بقى بتوع كوليستياتوما دول فبتعدوا كده في العمليات تلاقي كل بتوع كوليستياتوما كلهم 18 19 20 18 19 20 اشمعنى يعني؟ عشان سن الجواز. فدي بقى مناخيرها مسدوده 6 سنين طز سنة بقى 18 سنه هتتجوز. فجت بقى فركوا بقى على حاجات ظريفه في الفورم بول ده عيان كان جالنا وعينه ورمة كده وبعدين عمل ستيل. هو كان جايب الحاجات دي ده ستيل كورونال شايفين الاكس الاوتر المصل باينه قوي اهي، وهنا الفلور اوف ذا اوربت ماله مكسور وفي اوباستي في المجزله هنا وعامل ام ار اي. طبعا الكلام ده كله ملوش لازمه يعني. ايه بقى اللي كان عنده؟ بص ايه ده؟ فورم بودي خشبه خناقه راح داخله في الفلور اوف ذا اوربت كسرته. لحسن الحظ الاوربت كويسه ما كانش فيها حاجه. دخلنا بعد كده بالمنظار نظفنا المجزلة من الانفكشن اللي كان فيها. دي مش كبيره اصلا. داخله هنا كده. الفلور اوف ذا اوربت. شوفوا بقى ده العيان الكلام ده كان يوم الاحد. شوفوا يوم الاربع منظره ايه؟ خلاص. دخلنا من هنا. بالمناسبه انسوا ان دكاتره الرمد دول بيعملوا عمليات. دكاتره الرمد اي حاجه فيها دم بيخافوا منها. لا يعني كل الحاجات الانتر اوربتال دي احنا اللي بنعملها. يعني اي حاجه انتر اوربتال لا هم يعني بيخافوا منها. مع الوقت بقى كل شويه تلاقيهم بقى مور ريفاين مور ريفاين مور ريفاين مور ريفاين. فبقى يعني لدرجه ان هم بقى خلاص يعني يعمل ليزك يعمل كاتاركت مش عارف. لكن اي حاجه بقى فيها تيومر وبتاع لا ما لهمش هم في الكلام ده خالص. انا بقول لك احنا خدنا رمض ليه؟
صاحبته. المره الجايه بقى هوريكم بس فيلم الموضوع على التلفزيون المره الجايه والمره الجايه نكمل ان شاء الله. يعني انا بقى لها 3 اشهر بتنزل ميه زي الحنفيه كده من المركب. ميه متوطي اهو دي بتنزلها على طول من غير ما تكح حتى ولا حاجه. نازل من البرين اهو دي سي اس اف. ايوه ما هنتكلم بقى المره الجايه. ما في خطر طبعا. قبل السبت الجاي الساعة 9 يا شباب.